مرحبا بكم. جرثومة المعدة هي عبارة عن جرثومة حلزونية الشكل، بإمكانها الدخول إلى أجسامنا والعيش داخل جهازنا الهضمي، ويمكن أن تعيش لفترة طويلة داخل معدتنا دون أن تظهر أي أعراض لها، إلا أنها قد تتسبب فيما بعد للبعض بالتهاب المعدة، كما قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الإصابة بسرطان المعدة. تعرفوا معنا في هذا المقطع على أهم أسباب جرثومة المعدة وكيفية علاجها، ولكن قبل البدء اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات لكي تتوصلوا بكل جديد. تصل نسبة الإصابة بجرثومة المعدة إلى 50% تقريبا، فهي شائعة جدا ومنتشرة، ويمكن أن تنتقل لنا من شخص مصاب عن طريق العطاس، حيث من السهل انتقال العدوى بين أفراد الأسرة إذا كان أحد أفرادها مصاب بجرثومة المعدة. ومن الشائع أيضا الإصابة بجرثومة المعدة عن طريق الطعام والشراب الملوث أو الفاكهة غير المغسولة، لذا يجب تنظيف الأطعمة جيدا قبل تناولها، ويفضل استخدام الخل في تنظيفها. أما بالنسبة لأعراض جرثومة المعدة ففي العادة لا تظهر لدى أغلب الناس المصابين بها، ولكن قد يصاب الشخص بقرحة المعدة أو التهاب المعدة نتيجة جرثومة المعدة، فتظهر عليه بعض الأعراض كالشعور بالألم في منطقة البطن، وتحديدا عندما تكون غير ممتلئة، وغالبا يذهب هذا الشعور بعد تناول الطعام. قد يحدث للمريض أيضا تغيرات في الإخراج، فيصبح لون البراز داكن ولونه يشبه لون القطران. ومن الأعراض أيضا أنه قد يظهر للمريض رائحة فم كريهة وقوية مع فقدان الشهية. لعلاج جرثومة المعدة يجب على المريض تناول مركب يتكون من نوعين من المضادات الحيوية مثل مترونيدازول. هذه المضادات تعمل على قتل البكتيريا بشكل نهائي، ويمكن أن يختلف العلاج من شخص لآخر حسب نسبة انتشار البكتيريا، وقد يستغرق العلاج 10 أيام حتى يشفى المريض. هناك العديد من الطرق لعلاج جرثومة المعدة بالطب البديل، منها تناول 6 ملاعق من العسل الطبيعي المخفف بالماء يومياً، حيث يحتوي العسل على قدرات عالية مضادة لجرثومة المعدة، وأثبتت الدراسات قدرة العسل على تقصير فترة علاج جرثومة المعدة. الثوم أيضا يحتوي على مضادات حيوية مطهرة تقضي على البكتيريا بشكل فعال، ويمكن تناول 2 فص من الثوم الني على الريق للتخلص من جرثومة المعدة. وفي حال عدم نجاح الوسائل الطبيعية في العلاج، يمكن اللجوء إلى استخدام الأدوية الطبية تحت إشراف الطبيب. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا نشر المقطع والاشتراك في القناة.